لو الحكاية فيها إن فيديو. يا ناولي كابتن شادي، يا كابتن شادي، يا كابتن، يعني احنا من زقازيق يا كابتن، وجايين الساعة 9 يا كابتن. لا يا كابتن، ده احنا مش بنقول حاجة يا كابتن، يعني احنا من الساعة 9 الصبح يا كابتن شادي هنا يا كابتن. يا كابتن، كابتن شادي، طب احنا عايزين اتنين يا كابتن من الساعة 9 هنا يا كابتن شادي. انت يا عم هات يا عم اتنين، احنا من الساعة 9 هنا يا عم. طب يا عم خد محمد. وراح فين؟ بص يا كابتن، هلعب في الاهلي، هلعب في الترسانة. بقول لك الاهلي ما خدش حاجة. بص يا نهار ابيض يا عم. مش دي اللي شادي محمد بدال؟ اه كابتن شادي اللي ادهم له 10 ده ساكر كابتن شادي. صوره يا محمد ادهم له ببلاش. صوره هو بيبيع. 15 جنيه تذكره شادي محمد بدال له 15. هو بقى تذكره ب 35 جنيه، الاثنين ب 70 جنيه اهو، يعني كسبان في الوقت 20 جنيه. اه وانت شايف شادي محمد هو بيضم؟ انا شايف وناديته بقول لي وانا بتاع تذاكر. ايه اللي حصل بالظبط بينه وبين شادي محمد؟ يا عم روح له بقى انت. ايه اللي حصل بينه وبين شادي محمد؟ ايه اللي حصل بينه وبين شادي محمد؟ طلع له من على الباب وادى له 10 تذاكر. انا بقول له يا كابتن شادي عايزين تذكرتين، احنا جايين من الزقازيق، قال لي وانا بتاع تذاكر. قدام للواد الثاني، قدام للثاني ده عشان يبيعهم هو بقى كده. العلاقه اللي بينهم او علاقته بيه انا ما اعرفش.